لله السيده اللي كدوز اجواء جميله. الحمد لله بعد العطره ديالنا في البطوله الوطنيه حنا لازم نحقق واحد النتيجه ايجابيه، نجيبوا 3 نقاط من غينيا امام فريق عنيد حوري كوناكري. ان شاء الله نتمنى نكونوا في الموعد، نجيبوا 3 نقاط اللي تخول لنا ان شاء الله نمروا لدور الربع باريحيه ونفكروا في البطوله الوطنيه ان شاء الله. احنا المبتغى ديالنا هو 3 نقاط، سجل لا اي لاعب في المهم هو 3 نقاط. نتمنى ان شاء الله نكونوا في موعد عازمين نحققوا نتيجه ايجابيه باش نرضيو الجماهير الوداديه اللي كتطمح للمزيد ان شاء الله. والحمد لله الفريق ديالنا على اتم استعداد، كي كنقولوا بلغه القدم اللي دخل كيقضي الغرض. فريق الوداد الوداوي فريق كبير، نتمنى ان شاء الله التوفيق لنا نجيبوا 3 نقاط ان شاء الله.